بتابع بموضوع البحث الطبي. ببدأ بطرفة لطيفة مرقت عليكم جميعا. هو الشخص اللي كان عم يدعي ربه، عم يصلي، الكاميرا عم تصوره، بينتبه انه الكاميرا عم تصوره فبيظبط وضعه. طبعا بيظبط وضعه على اساس انه هو ما انه منتبه، انه هو خاشع وانه هو انه هو كذا. ما حاذكر الشخصيات المشهورة اللي هن المشاهير للاسف، وعملوا هذا الشغل على الكاميرات، لقطتهم الكاميرات انهن لما انتبهوا على الكاميرا غيروا من وضعيتهم. احيانا هذا الشيء بيصير باللا شعور على فكره، وهذا الشيء له علاقه بالبحث الطبي او بموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم عن البري اند بوست ستدي او بري اند بوست اكسبيرمنت تقريبا، وهيك يعني هيك اسمها بري اند بوست. انه عمليا انا بعمل تداخل على مجموعه وبقارن النتائج، كيف كانت امورهم قبل ما نعمل هذا التداخل وكيف صارت بعد ما نعمل هذا التداخل، وبقارن النتائج بين المجموعتين. خليني ابسط هذا الشيء بمثال عملي مشان يكون اوضح صراحه. نحن في دراسات من حوالي 20 سنه مثلا بدات على دراسات حيوانيه وخلويه انه السيرومات او انه الكلور العالي بالسيرومات مؤذي للخلايا ومؤذي للكليه ومؤذي لكذا وكذا وكذا. هذا الشيء اثبت على الحيوانات. بدنا نحاول نثبته على البشر. هل برايكم تصميم دراسه من هذا النمط اني انا قارن سيروم عالي الكلور، مثال عنه السيروم الملحي اللي هو مستخدمه دائما ايدنا ورجلنا مثل ما بيقولوا، السيروم الملحي فيه كلور 154، مرة ونص الكلور الموجود بالمصل او بالسيروم العادي، مقارنة مثلا بالرينجر. الرينجر تقريبا الكلور فيه 110. فيني ان اعمل هيد تو هيد اني اعمل انا مثلا مجموعتين مرضى كنترول وانترفينشن، والانترفينشن اعطيهم سيرومات ملحية والكنترول ما اعطيهم غير رينجر، او بالعكس مثلا هذا الذراع، يعني قارن ذراعين، ذراع النورمال سايمينغ وذراع الرينجر. جدا صعب تطبيقها من الناحيه العمليه، مهما عملت يعني شغله مو سهله ابدا تطبقها. فالباحث اللي خطر على باله فكره انه ليش ما نعمل البري اند بوست، عنده قسم هو بيشتغل بمشفى، فراح جمع الداتا على مدى 6 شهور بقسم الطوارئ، شو عم يصير عندهم قبولات وشو عم ياخذوا سيرومات وشو المورتاليتي تبعهم على مدى 6 شهور. كان معظم السيرومات المستخدمه هي سيرومات يعني مثل اي قسم طوارئ، فيها سيرومات ملحيه وفيها سيرومات كذا، فكان التركيز على استخدام السيرومات الملحيه بهذيك الفتره. جمع الداتا تبعهم وبعدين قرر يعمل الانترفينشن. اجى على قسم الطوارئ، راح على الصيدليه المورده، قال من هلا ورايح ما عاد تعطوا ولا تصرفوا ولا سيروم ملحي ولا سيروم ألبومين، ما عاد ينصرف إلا بإذن من رئيس القسم مثلا. يعني صار صعب على المقيمين وصعب على التمريض وصعب على الأطباء الموجودين، بحيث أنه إذا أنت عندك خيارين بدك تعطي سيروم لمريضك والرينجر موجود، فأنت ما حتطلب الملحي إلا حتى يكون، يعني ما بتطلب الملحي إلا بيكون في استطباب واضح لإله، مثلا رد على الرأس، مثلا نقص صوديوم، فرط صوديوم، بده يكون في استطباب صريح. وبالتالي معظم نقص استخدام السيروم الملحي بهي الفترة الانترفينشن حوالي 6 أشهر تانيات، نقص لرقم قليل جدا جدا جدا. جمع المعلومات تبع المرضى بفترة الانترفينشن، وجمع مجموعات المرضى بفترة البري انترفينشن وقارن بيناتهم، ولقى انه فعلا الكلور بالسيروم كان اعلى بمرحلة قبل الانترفينشن وانخفض لما نزل السيرومات الملحية، ولقى انه الاوتكم افضل، وطلع معه باستنتاج انه ترى السيرومات الملحية قد تكون ضارة لأسباب التالية كذا وكذا وكذا. هذا هو الشيء اللي عمله بالضبط. لاحظوا انه هون نحن الانترفينشن صار بنقطة معينة، نحن ما عملنا راندومايزيشن، ما في راندومايزيشن بالموضوع ابدا، هي عبارة عن بري اند بوست. فانت ممكن تعمل الستدي مثلا باشهر الصيف واللي هي البري مثلا، وتجي على الاشهر الشتوية تعمل البوست مثلا، هي انه بعد ما تعمل انترفينشن مثلا. انت اشهر الصيف كلها كانت هي الفترة ما قبل، وبعدين بشهر ايلول مثلا او سبتمبر عملت الانترفينشن تبعك وتابعت المرضى باشهر الشتاء. هذا بيخدع، لانه في شيء اسمه السيزونال افكت، يعني التاثيرات الفصليه. انا لو عملت المورتاليتي مثلا، لو انا مثلا جيت على مشفى المواساه، كلكم تعرفوا بالشام مشفى ضخم وخدمي وبيخدم عدد كبير من المرضى، فلو جينا على اشهر الشتاء مثلا وحسبنا المورتاليتي تبع الاسعاف رح تكون المورتاليتي عاليه، لانه في نسبه الالتهابات التنفسيه، نسبه القصورات القلب، السي او بي دي اكسربيشن كلها عاليه. انا رح اعمل انترفينشن اني انا اعطي المرضى شراب الشوكولا مثلا، حطبق الانترفينشن ببدايه شهر فبروري مثلا شباط او اذار، وقارن نتائج المرضى بشهر من شهر اذار لشهر مثلا 6 أشهر بعد نص الصيف، حتطلع معي المورتاليتي اقل
هل السبب لانه ما عاد في عندي المرضى الشديدين الصعبين ما عادوا موجودين باشهر الربيع واشهر الصيف الوفيات بتخف في هذول الاقسام الاسعاف عم نحكي بسوريا مثلا لانه ما عاد في عندك هذول المرضى السيئين المتعبين. طيب هل هذا يعني انه انترفينشن اللي عملته هو انترفينشن فعال؟ لا مو بالضروره، هذا سيزونال افكت. هذا فهي اول مشاكل هي الدراسات. المشكله الثانيه بهي الدراسات مثل ما انه هو التاثير اسمه هاوثرن افكت. هاوثرن افكت هو نفسه تاثير السيلفي او تاثير الكاميرا. لما انا بحط شخص تحت المراقبه بيتحسن اداؤه، بيغير من سلوكه. فنحن القسم الطوارئ اللي كان عم يمارس البراكتس الستاندرد تبعه هو الشيء الطبيعي اللي عم يمارسه، اجينا لعنده انه نحن هلا عم نعمل الصدي من شهر جانيوري مثلا، من شهر اول 1/1 نحن عم نبدا الصدي مدته 6 شهور. اداء القسم حيتحسن مجرد انه يعرف في مين عم يراقبه، وهذا شيء معروف، فهذا اسمه هاوثرن افكت. فهي الدراسات معرضه لهذه المشكله، مشكله السيزونال افكت والهاوثرن افكت. طبعا بحالتنا نحن حاله هي السيرومات، لما ناقشوا الدراسة رح أحط لكم رابطها، أنه قالوا نحن ما عندنا علم أنه في شيء اسمه سيزونال إفكت لموضوع قصور الكلية بسبب هرت الكلور، يعني ما حدا بيخطر على باله أنه ممكن الفصل له علاقة. ومشان الهاوثرن إفكت عملوا لعبتهم صراحة بالإحصاء وما بعرف شو التفاصيل تبعها، بس مشان أنه طلع معهم أنه حتى رغم أنه لو حسبنا الهاوثرن إفكت حيعمل كذا وكذا، بيبقى أنه فرط الكلور مؤذي. هل هذه الدراسات تعطي دليل قاطع؟ انا صراحة ما بقول ما بقبضها جد، بس ما بقبضها بقوة الدراسات الار سي تي. المشكلة انه مو دائما بتقدر تعمل ار سي تي اللي هي الهيد تو هيد، انه تعمل مريض كذا ومريض كذا، مو دائما هذا الشيء متوافر. هل هالدراسة بتقدر تعطيك سيجنال، خلينا نقول تعطيك تنبيه انه ممكن يكون كذا وكذا؟ ممكن تعطيك، بس ما بتعطيك دليل قاطع. انا هذا الشيء قناعتي الشخصية، ربما أكون مخطئ أو محق، زملاء الإحصاء ممكن يصححوا لي. مو مثل قوة هذيك الدراسات، أنت ممكن بهدول ممكن في كثير confounding factor ما بتعرفها. أنت المرضى اللي عم يجوا له بهي الفترة مو نفس المرضى اللي عم يجوا بهذيك الفترة. المشفى نفسه عم يتحسن مثلا أداؤه، مثلا في الطاقم التمريضي اللي كان عم يشتغل بهذيك الفترة غير هي الفترة. في يعني أنت ما عم تقدر تعمل أبدا مثل ما يقول مهما عملت موازنة بين المجموعتين، ما حتكون موازنة تامة مثل ما بتكون بدراسات الار سي تي. بس احيانا هذا الشيء احسن موجود. هي هي دراسات البري اند بوست. بالمناسبه هي ما بيسموها اكسبيرمنت، بيسموها كوازاي اكسبيرمنت، يعني تجربه شبه تجربه او نص تجربه، لانه ما في كنترول بالموضوع. الكنترول هو صار مثل ما شرحت لكم، ما دام في انترفينشن فهي ما عادت مثل الاوبزرفيشنال، وكونه ما في كنترول فهي ما هي مثل الاكسبيرمنت اللي هي الاكسبيرمنتال ترايل اللي هن الترايل. فهن بيسموها كوازاي مع التصنيفات، وما بتهمني التصنيفات كثير. هاي الدراسة موجودة بتلاقوها احيانا كثير بالمجلات، فمشان تعرفوا شو معنى البري اند بوست. السلام عليكم.